دائما بسم الله نبدأ. نرحب بكم في هذه الدروس لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد ضمن دروس الباب الثاني Basic Computer Organization and Design. ننتقل إلى الدرس التالي. في هذا الدرس نتحدث عن ثلاث مواضيع. أولا Input Output Terminals، وفيه نشرح كيف يتعامل الحاسب مع منافذ الإدخال والإخراج فيه. ثانيا Program Interrupt، يتعامل الحاسب مع منافذ الإدخال والإخراج عندما يحصل له اعتراض لتنفيذ التعليمات المعتاد، سنرى كيف يتم ذلك. ثالثا Complete Computer Description، نقدم في هذا الموضوع وصفا كاملا لعمليات الحاسبات. وننتقل إلى الموضوع الأول. في الموضوع الأول وهو عن الانبوت Output Terminals، منافذ الإخراج والإدخال في الحاسب، نتعرف على أنواع هذه المنافذ وكيف يستجيب الحاسب لطلب من منفذ إدخال أو من منفذ إخراج. Input Output Terminals Send and Receive Serial Information، هذه أول معلومة يجب أن نعرفها. منافذ الإخراج والإدخال ترسل أو تستقبل معلومات على التوالي، متتالية، Serial Information. منافذ الإدخال مثال لها لوحة المفاتيح الكيبورد، ومنافذ الإخراج مثال لها الطابعة البرينتر. منافذ الإدخال مثل الكيبورد تتعامل مع سجل في الحاسب يسمى الانبوت ريجستر، بينما منافذ الإخراج مثل البرينتر تتعامل مع سجل يسمى الاوت بوت ريجستر أو الأوت ريجستر. وفي الحالتين يلزم وجود واجهة للتواصل بين هذه المنافذ، نشرح ذلك في الرسم المرفق. في هذا الشكل على يسار الشكل نجد الانبوت اوتبوت تيرمينالز، فهنا الانبوت تيرمينال ومثال له الكيبورد، وهنا الاوتبوت تيرمينال ومثال له البرينتر. لماذا يتم التعامل بين هذه الوسائل والحاسب؟ لفائدة المستخدم. المستخدم قد يريد أن يضغط على زر من أزرار لوحة المفاتيح ليوصل هذا الزر المضغوط إلى الأكوميليتر ريجستر، وأيضا المستخدم قد يريد أن يطبع محتويات الأكوميليتر ريجستر باستخدام الطابعة. ننظر في العمليتين بالتوالي. أولا إذا كان مستخدم الحاسب قد ضغط زرا في لوحة المفاتيح، سننظر كيف تسري هذه المعلومة إلى داخل الحاسب. وثانيا إذا كان هنالك طلب لطباعة محتوى Accumulator Register، سننظر أيضا كيف يتم تلبية هذا الطلب بواسطة الحاسب. يظل الحاسب يراقب فليب فلوبس موجودة، واحدة تتعلق بالإنبوت Terminals وتسمى الـ FGI Flip Flop. هذه FGI اختصار لـ Flag in Flip Flop، والثانية هي هذه وهي FGO اختصار لـ Flag Out Flip Flop. لماذا يراقب الحاسب هذه الفليب فلوبس؟ ليعرف إذا كان هنالك ضغط على أحد أزرار الكيبورد في حالة الـ FGI، أو كان هنالك طلب للطباعة في حالة الـ FGO. إذا كان محتوى الـ FGI يساوي واحد، هذا يعني أن المستخدم قد ضغط أحد أزرار لوحة المفاتيح. هذه المعلومة أو المفتاح الذي ضغطه المستخدم تذهب بنظام الـ Serial Information عن طريق هذه الواجهة Transmitter Interface، فذهابها من الكيبورد وحتى الـ Input Register هو Serial، وعندما تصل إلى الـ Input Register الذي يتعامل معه منفذ الإدخال تخرج منه في شكل Parallel، هذه Parallel، لتذهب إلى الـ Accumulator، وبذلك وصلت المعلومة من لوحة المفاتيح إلى سجل الأكوميليتر، وبذا تنتهي عملية تنفيذ تعليمة الإنبوت. أما إذا كان الـ FGO محتواه يساوي واحد، فيعرف الحاسب أن هنالك طلب للطباعة، فتخرج محتويات الأكوميليتر إلى الـ Out Register أيضا في شكل برر، ومن الـ Out Register
تذهب عن طريق واجهة الاستقبال الريسيفر انترفيس في هذا الاتجاه وتكون سيريال لتصل إلى الطابعة ويتم طباعتها على الورق. إذن المنطقة الوسطى منطقة الواجهات هي منطقة سيريال كوميونيكيشن انترفيس، والمنطقة إلى يمين الرسم هي لتوضيح السجلات والفليب فلوبس التي تدخل في تنفيذ تعليمات الانبوت اوتبوت تيرمينالز. عملية مراقبة الحاسب للفليب فلوبس FGI وFGO باستمرار لتحسس ما إذا كان هنالك input instruction قادمة أو هنالك طلب لoutput instruction. هذه العملية تسمى programmed control transfer. programmed control transfer. ونلاحظ في هذه العملية أن الحاسب يظل يراقب هذه الفليب فلوبس باستمرار لتحسس أي تعليمة سواء كانت من الانبوت تيرمينال أو من الاوتبوت تيرمينال، وهذه العملية تشغل الحاسب كثيرا. هنالك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان هنالك تعليمات آتية من الانبوت تيرمينالز أو تعليمات آتية من الاوتبوت تيرمينالز، وذلك بأن تخبر هذه التيرمينالز هي ما إذا كانت تطلب تنفيذ تعليمة أم لا. هذا نظام آخر سنراه في الدرس القادم، وهو أكثر فاعلية من نظام البروغرامد كنترول ترانسفير.